يا هلا بالسيد عمر، حياك حبيبي. الحب من نظرة نظرة وفيها ابتسام، الحب من نظرة نظرة وفيها ابتسام، هي أساس المحبة في جو الشباب، هي أساس المحبة في جو الشباب. بسم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أجمعين. نرحب بكم جميعا أعزائي المشاهدين، عزيزاتي المشاهدات. اليوم نتناول موضوع رائع جدا سبق وتكلمنا عنه، واليوم نقدم خلطة رائعة جدا له، إنه البروبيوتيك. قبل 350 سنة تقريبا كان هناك عالم وطبيب هولندي. هذا العالم الهولندي اكتشف بأن في الأمعاء جراثيم من نوع معين. لم يستطع هذا العالم أن يحدد، هذا العالم الهولندي لم يستطع أن يحدد ماذا تفعل هذه الجراثيم داخل المصارين داخل الأمعاء، ما قدر يعرف وش بتعمل. مرت الأيام والشهور والسنين الطويلة، واستطاع عالم من الاتحاد السوفيتي، عالم من دولة الاتحاد السوفيتي اسمه إيلي مينشكوف، بروفيسور في الطب، استطاع أن يعرف لماذا هذه الجراثيم موجودة في الأمعاء. العالم المينشكوف استطاع أن يعرف دور هذه الجراثيم، وجد أن هذه الجراثيم هي عبارة عن بكتيريا مفيدة جدا للإنسان، وتدعم الحياة بشكل رائع جدا، وتساهم بقدرة الله في إطالة العمر، تساهم بقدرة الله في إطالة العمر وتحسين الصحة وتحسين الحياة إلى الأفضل. سموها بروبوتيك، نظرية البروبوتيك، البوفيدوس البروبوتيك إلى آخره. هذه النظرية أحدثت ثورة في علم الحياة، هذه النظرية عملت ثورة في علم الحياة والصحة والشفاء والتحسين أداء الإنسان وتحسين أداء الأجهزة الجسم كلها وتحسين الصحة إلى حد كبير جدا. إيلي مينشكوف هذا قال بأن هذه البكتيريا المفيدة في الأمعاء تدافع عن الجسم الداخلي، تدافع عننا بالداخل،
وتحسن بالتالي أداء الإنسان وتدفع عنه بقدرة الله أمراض خطيرة جدا وكثيرة جدا، وتمنع تعفن الأمعاء وتحسن عمليات التمثيل الغذائي والإيض والكبد والنظر والسمع والشعر والوجه والتجاعيد، كله تحسن حياتنا من جميع المستويات. البكتيريا المفيدة هذه الموجودة في أمعائنا بتتعرض لهجمات من جهات عديدة تستهدفها وتقضي عليها، مثل إذا كنت مريض وروحت على الدكتور، سلام هلا وش فيك؟ والله معي صدري موجعني، اي 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 هلا، اجلس يطسك يعطيك حبوب، اقول لك هذه انتبيوتيك اشربها. حبوب الالتهاب هذه اللي تاخذها هي يعني احد انواع الهجمات التي تستهدف البروبوتيك في الجسم، يكتب لك حبوب التهاب عشان يروح الالتهاب من صدرك مثلا او من الروماتيزم او من عينك او من اذنك، بتسيل بيطلع منه صديد او التهاب ارحام او الى اخره. الانتيبيوتيك لا يفرق، الانتيبيوتيك الذي يعطيه الطبيب لا يفرق بين جراثيم او فيروسات مفيده او جراثيم غير مفيده. الانتيبيوتيك هذا حبوب الالتهاب، حبوب الالتهاب ما بتفرق بين الشين والزين، بتشيل كل الفيروسات كل البكتيريا المفيده والضاره. ما يعني ما بتيجي تروح تقول والله هذا الضاره، تروح تضربها تشرع انقلع اكرشو، لا تكتسح كل شيء. ولذلك مجرد تشرب حبوب التهاب الجراثيم المفيدة بالبطن بتروح تذربحها نصها يمكن كلها. هذا احد الامثلة. امثلة اخرى النظام الغذائي، بتروح على المطعم، سلام همبرجر، همبرجر قالي بالزيت 5000 مرة، قاليين بالزيت بطاطس، يكتسح لك أم أبو جد عم خال بروبوتيك. خرابيطنا خرابيط كل هذه تقضي على البروبوتيك. طبيعة النظام الغذائي السيء تكتسح البروبوتيك. لما البروبوتيك يروح منك عمرك بصير قصير. لما البروبوتيك يروح منك عمرك قصير. لا، لانه بصير يصيبك التهابات. وين ما رحت التهابات، قعدت التهابات، نمت التهابات، جلست التهابات، يصير جسمك مضعضع، ما عاد جسمك ما عاد يستقيم، خلاص صحتك تروح. المشكلة أن البروبوتيك عندما يزول يتضرر الكبد، وهو أول المتضررين بعد الأمعاء. جسمك العفون اللي بالأمعاء مليئة بالمخلفات، مصارينا شو مصارينا شو فيها؟ مخلفات، ما في جراثيم مفيدة تدافع عنها، ما في تنظفها، وش يصير؟ مصاريف تعفن، صير اطقاعك يهجج كل قبائلنا، تروح الحمام الله يا لطيف سمو ما تقدر تطيق نفسك، ما في شيء دافع، ما في شيء ينظف، ولا ما ظل شيء ينظف المصارين، ما ظل شيء يدافع عنك. الكبد يتضرر جدا، عمليات التمثيل الغذائي، عمليات كله يتضرر جسمك. ولما يتضرر الكبد، الكبد مرآته شو؟ انا لما اجيب مرآه، انت تجيب مرآه وقف قدام، انا ولك 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 هذه الفيديوهات حقها ملايين، ولك والله ما تلقى احسن من هالقناه. الحين لما اجيب لك مرايه واقول لك وقف قدام صورتك، وين تطلع؟ بالمرايه، صح؟
الكبد لما يتضرر ينعكس على الوجه مباشرة. الكبد مرآته الوجه. أو لما الكبد يتضرر يصير يطلع بوجهك تجاعيد. يصير كل شوي مطق على حالك مريض تعبان، آخ رجلي، آخ صدري، آخ نايم كسلان، جسم يتضرر كله. لازم نرجع للبروبوتيك. في طرق عديدة لإرجاع للبروبوتيك. اليوم راح نتعلم خلطة جميلة جدا بعد هذا الشرح الجميل جدا. ولك حنا ما نبغى بس خلطة، حنا نبغى نثري المعلومات بعقلك، نبغى نعلمك كيف تناقش. لما تيجي تتكلم عن البروبوتيك تعرف وش تقول، تعرف وش تهرج، ما تطلع رمة تفضحنا بين الشباب بين العيار بين الشيبان وبين الناس. حبغى لما يقولوا بروبوتيك تعرف وش تقول. أنا أعطيتك مقدمة باش أفهمك وش سالفة البروبوتيك. في عندي يا حبيبي البروبوتيك أشياء كثيرة، ووجد العلماء بأن أفضل بروبوتيك في العالم هو حليب الأم. أقوى بروبوتيك بالعالم يعني غني بالبكتيريا المفيدة للمصارين للجسم للمناعة، وشو؟ حليب أمك وأمي الله يرحمهم. قالوا يا جماعة احنا ما نقدر نجيب حليب أم، ما نقدر نجيب حليب أم. أنا كبرت عمري 60 سنة من وين نجيب أم تجيب لي حليب عشان أخذ بروبوتيك؟ قالوا في أشياء موجودة بالطبيعة. قالوا الزبادي الحامض، الله الله الزبادي هذا الرايبي الخاثر اللبن الرايب اليوغورت فريش الحامض كله بكتيريا مفيده بترجع للبروبوتيك ما شاء الله. في اشياء اخرى، في اشياء كثير. الملفوف المخلل، الملفوف اذا خللناه ها ما تخلي الملح كثير يعني اغسله من الملح بروبوتيك. الفاصوليا بروبوتيك، الفاصوليا الله الله شوفان 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 تتغذى عليه البكتيريا هذه، شوفان تتغذى عليه البكتيريا، اذا تغذت عليه تتكاثر تصير عددها كبير ببطنك 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 تصير عددها كبير. سمغ العشاب السوداني، السمغ العربي، الله الله السمغ العربي ولك اللبن. البقرة لما تلد، العنزة لما تلد، الجمل الناقة لما تلد، العنزة لما تلد ما يطلع منها حليب؟ يطلع الحليب اللي يطلع هذا يظل أسبوع ثقيل اسمه اللبن. اللبن هذا بروبوتيك رقم واحد بعد حليب الأم. الله كم كم منه قد ما تقدر، وخصوصا على الري قبل الفطور بساعة ساعتين ثلاث أربعة خلي جسمك يشيك على البروبوتيك. وجد العلماء أيضا بأن السمغ العربي يحتوي على 85% من البروبوتيك. ما شاء الله السمغ العربي هذا اللي عندنا بطقعة اللي حقه 5 ريال سعودي الباكيت هذا حقه هذا 85% بروبوتيكي. ولكن مشكلة السمغ الهشاب هذا أو السمغ العربي في مشكلة واحدة، وهو أنه بيوقف النزيف، يوقف النزيف. ولذلك إذا عندك دورة ما يصير تاخذي. ليش؟ يوقف لك الدورة ولك يا هبلة. يوقف لك الدورة، يوقف النزيف ما تدخل، ما تصير تاخذيه اثناء الدوره. سمغ الهشاب خذيه ولكن مش بالدوره، ما تاخذيه. اذا كنت حامل يفضل ما تاخذيه. ليه؟ يوقف لك الدوره. ولذلك حنا اللي عندها النزوف بالارحام، حنا البدو اذا واحده جتنا معها نزوف بالارحام اول شيء بنقول لها لازم فورا تاخذي سمغ الهشاب. ليش؟ بوقف النزيف.
اللي يظل يترعب نقول لك كل منه. بروبوتيك 85% من البروبوتيك سمق الهشاب 85% سمق العربي هذا تبارك الله عليه 85% بروبوتيك. الله أكبر 85% ذهب تبارك الله. في عندنا أشياء أخرى تدعم البروبوتيك وتفسح المجال بأنه يكون بخير. في أشياء أخرى تفسح المجال لأنه البروبوتيك يصير يكون بخير. وش يصير بخير؟ يعني يفتح لك الطريق الخضر الطريق الزينة اللبان. الله لبان في عندي هالشوفه. خليني بس أعلمك شيء عجيب عجيب يخلي قلبك يفرح ويضحك. فديت قلبك فديت بنات الشيوخ عيال الشيوخ فديت المطنوخات والمطانيخ حبيباتي بنات ابو عبد العزيز بن شمر 17 سنه وحنا نعالج مجانا ونعلم الناس العلوم الزينه والطيبه ونرتقي بعقل البدو للافضل ان شاء الله مستمرين. خذ هالبؤس خذي هالبؤس ويسعد امك. وشو هذا؟ وشو هذا؟ شوفان شوفان هي ابو طاقع شوفان شوفان هذا رخيص هذا ابو 5 ريال 10 ريال هذا الشوفان اذا انا خذيت شوفان وحطيته بثمي وكلته وش يصير؟ اذا انا اخذت شوفان وحطيته بثمي وكلته اذا انا اخذت سمغ الهشاب وحطيته بثمي وكلته اذا انا جبت فاصوليا مطحونه او مش مطحونه او مسلوقه وكلت الفاصوليا هذا فاصوليا هذا سمغ الفاصوليا وكلت وش يصير؟ بمجرد ينزل معدتك لا تستطيع المعده ان تفعل به شيئا. لا تستطيع المعدة أن تفعل به شيئا ما تقدر تفكره. سبحان الله الذي على عرشه استوى. ما تقدر المعدة تفككه ولا تعمل معه شيء. لما ينزل بالمعدة ما تقدر تعمل معه شيء. ينزل على المصارين. بمجرد ينزل على المصارين ما تستفيد منه شيء، ما تقدر تفككه، ما تقدر تعمل معه شيء. ولكن البكتيريا المفيدة في الأمعاء البروبوتيك فورا تقول الله ليه؟ زغرت تصير زغرت. يا من طال الروم وروسي مجذوب قال زل وتك الجيش زرفار شفت انا شوف يوم ولبت على توب شافت ربا ومن القلب يهتال وقفت الخيل من الدم جلال هل صار من غسل حبوك هل صار من غسل حبوك ليه؟ الزغرت وتغني لأنه هو الغذاء حقها. سبحان الله الغذاء حقه هو هذا؟ إيه نعم هذا هو الغذاء حقه هو الغذاء حقها. مباشرة من شافته تصير الزغرت وتغني طبل وزمر وجيبوا خالد عبد الرحمن يطنطن تفضل ادخل يصير ياكلوا منه من كلوا منه بس ياكلوا منه يتكاثر. اوه سيدي ينقسم البكتيريا سيدي تنقسم تتكاثر وتصير تدافع عن جسم. اليوم يا بابا حبيبي يسعد قلب امك اني شوفان ني ما يتحمس وش استفدنا ني بقشره احسن لبا الله سمغ الهشة فديت قلب ابوك سعيد شوارب جدك ابو عنتر اطحنهم مثل بودرة. عندك خيارات اما السفسة يا ما تحطها مع زيت سمسم مثلا زيت زيتون ورك
وظلك ترج بابوه مرج ما تبغى مع عسل. الله الله ها عسل جني هذا مغربي ملكي هذا رخيص تبغاه ترى عندي ارخص من التراب جبري قطفه باليد باليد مقطوف قدام عيوني واقف من الجبال المغربيه مقطوف قدامي يقطفوا لي هالسكان هالجبال رخيص سعر التراب اصلي حللوا روح على الرياض على مختبرات الامانه حللوا حللوا وين ما بدك حللوا موسكو حللوا المانيا روح جبلي اصلي ملكي كل انواع العسل ارخص من التراب عندي اللي يبغى الله حي خذ وكل قبل الفطور ملعقه كبيره قبل الغداء ملعقه كبيره قبل العشاء ملعقه كبيره خذ لك يا حبيبي مثلا لبان كده شوفان نص كيلو شوفان او ربع كيلو ولك ربع كيلو شوفان سنقل هالشاب عبي لك كده اطحنها مثل بودره سف نف حط مع زيت حط مع ايه اللي تبغى وادعي لي واذا عندك فاصوليا مطحونه مثل بودره حط ترى جبار الفاصوليا ابو عبد العزيز بن شمر اليوم قدمنا اجمل قصه على البروبوتيك هذا البروبوتيك يخليك ابو عنتر خليك على جميع المستويات خليك تصل لمجلس الشورى او مجلس الامه اذا كنت بدوي 644 فولت اصلي اذا كنت بدويه 814 فولت اصليه تكبس تلقى هنا او هنا او تحت هنا او هنا او هنا تحت على الفيديو هنا او هنا او تحت تلقى زر سهم اسمه مشاركه طق بالواتس واذا كنت 110 فولت لا تشارك خلك ابو عبد العزيز بن شمر حبيبكم خادمكم 17 سنة واني افنيت عمري بخدمة البدو وعلاج البدو والارتقاء بمعلومات البدو مستمرين حتى افطس اذا متت لا تنسوا تصلوا علي صلاة الغائب وحاليا تدعوا لي الله طول بعمري ويشفيني ويبقيني ذخر لكل مؤمن فديت قلبكم فديت المطانيخ والمطنوخات لا تنسوا تضغطون على زر السهم وتشاركون الفيديو بالواتساب راعينا وراعيات الفسفسات اللي معكم نسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يجمعنا وإياكم في جنات عرضها السماوات والأرض روح يا الله سلام.